المجلس الجهوي بنابل هو ضمن سلسلة من المجالس الجهوية قاعد تنعقد من الأسبوع الماضي حتى نهاية الأسبوع المقبل في كل الجهات، نظرا للوضع اللي تمر به البلاد وتمر به المنظمة وتمر به علاقتنا بالحكومة، ووضع خاصة على مستوى اقتصادي وعلى مستوى اجتماعي وعلى مستوى سياسي، سواء على مستوى اقتصادي في برنامج محاولة تفويض في المؤسسات العمومية، سواء على يعني هذا نقطة، سواء على مستوى الاجتماعي في تدهور المقدرة الشرائية وفي البرنامج نتاع الميزانية نتاع المالية العمومية لسنة 23، شفت الكوارث اللي فيها سواء على مستوى الجبهة سواء على مستوى رفع الدعم اللي هالمغالطات اللي قاعدين يعملوا فيها، وعيب أنه بالحق توخى مغالطات بهالشكل هذا من طرف مسؤولين في الحكومة، مسؤولين في على هرم السلطة، أنه نحن مش نرفعه بالدعم، نحن مع ترشيد الدعم وهي مغالطة كبرى، باعتبار أنه تقول مش رشد بالدعم راو لونفولوب المخصص للدعم اللي ناحيته تهزه تعطيه المستحقين، ما كنت نعطي واحد لونفولوب اللي ناحيته تعطيه المستحقين، هذا لا، راو نحو 3200 مليار على كتلة الدعم اللي في 22 و 3200 مليار مش يعطوا منها 700 مليار في إطار التحويلات، أجرى قانون المالي تحويلات المالية بدو فيها مش يعطاها لمستحقي، ولا 2500 وين هي؟ 2500 في الميزانية، معناتها ما وتالية نحبش نقول كلام كبير لأن الواحد ولا يتجنب فيهم، أما مغالطات كبرى فعلا تجاه الشعب التونسي، نحن نقولوا راه مش عرفوا بالدعم من هنا 26، نقولوا نحن مش عمرنا ما نعرفوا الدعم مش رشدوا فيه، وهذه مغالطة كبرى كذلك على مستوى السياسي، والدليل نعطوا دليل برك أن الأمور السياسية ما هيش ماشي خلاص، بقدر نظر على المعارضة، بقدر نظر للناس كل متعاركة معها، بقدر نظر للناس كل اتجاه السلطة أن السلطة القائمة تو ثم مشكل قائم، لكن هات ناخذ أنه بالصندوق النقد الدولي أجل 22 مارس، الاتفاق حاصل على مستوى البرنامج على مستوى ما سمي باطن بالاصلاحات اللي هزوها لهم، اللي قالت مديره البنك الصندوق النقد الدولي قالت جابونا اكثر من اللي طلبنا وخير من اللي طلبنا، وقال جابوا راهم جايبين مؤسسات عموميه للتفويت فيها، وهم من هنا يقولوا لا للتفويت المؤسسات العموميه ما يدلش حتى انك باش تنجم غدوه تخرج من المأزق اللي فيه.